هسه مو اخونا مشعان مرشح في شمال المحافظه؟ اي مشعان ما ياخذ كل شيء. ليش؟ ما يصعد، انا صاعد وعندي مرشح اخر صاعد ولا اخر، واذا واحد اخذ غير حزب الجماهير الوطنيه في شرقاطي وبيجي مقعد قول ابو مازن كل شيء يفهم بالعمليه السياسيه. من هسه خليهم لا يخسرون ولا يروحون يهددون العالم ولا يجمعون موظفي الحشد حتى يجون ينتخبون. من يجمع؟ او يهددون يقطعوا رواتب. امبارحه سيد مشعان جمعهم في احد قاعات ديوان المحافظه، قاعات مع الضيافه اللي يحجون عليها ليش مسوين قاعات غير سويناها، بدنا نجمع العالم يصير عندهم مناسبه يصير عزاء امنيا واقتصاديا، هي تنفع المحافظه وكل عشائر.